كل ما عم نتقدم بالوقت كل ما عم بيصير في عنا وعي أكثر واهتمام أكثر بالصحة الداخلية. يمكن مرت فترة كثير طويلة وهاج عم نهتم كنا بالشكل الخارجي فقط، صحيح. ولكن مع الوعي مع تقدم الوقت فصرنا نعرف أنه لا، لازم إحنا نهتم بصحتنا من الداخل حتى يبين علينا من الخارج، سواء كان بالبشرة بالشعر بأمور كثيرة، ومن هالفيتامينات اللي كثير مهمة. فصارت عندنا حقن الفيتامينات بالمصل الوريدي للفيتامينات بديل مثالي للمكملات الغذائية في كثير من الحالات، فهي بتتضمن تحقيق نتائج أفضل وخاصة للأشخاص اللي عندهم أمراض بتتعلق بنقص التغذية والضعف العام. وبعض خلطاتها تستخدم في عالم الجمال ونضارة البشرة والشعر، ولكن هل فعلا بتساهم في تقوية المناعة؟ حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية الطبية ميسة ماكا. يسعد صباحك ميسة. صباح الخير. أهلا وسهلا بك يا ميس، نورتينا من جديد. ميس، يعني اليوم هواية نسمع عن الاي في ثيرابي او العلاج بالفيتامينات اللي تكون وريديه، صح. فبالبدايه حين نفهم المشاهدين شنو هو مفهوم العلاج بالفيتامينات الوريديه؟ الحقن بالفيتامينات الوريديه هو عباره عن حقن فيتامينات، معادن، احماض امينيه او مضادات اكسده عن طريق الوريد الى مجرى الدم مباشره بالجسم حتى نحصل اعلى درجات الامتصاص. طبعا نعتمد هاي الطريقه للناس اللي حابون يحافظون على صحه مثاليه، او الناس اللي يسعون انه يعالجون النقصات بجسمهم بشكل العام، او نستخدم الحالات المزمنه الحاده الحرجه اللي عندهم نقصات جدا حاده بشكل عام تتطلب التدخل السريع. حلو. نعم جميل. طيب خلينا اليوم ايضا نوضح نقطه جدا مهمه، الى انه هذه هي مو ابره وتنحط. نعم، هي مثل الكانيولا نخليها بالضبط تقريبا ساعه الا هو عباره عن نورمال سلاين راح نحل بهاي الماده. طبعا هي عده فورمولات مختلفه حسب النقوصات بالمراجع، ممكن نضيف له ماده واحده، ممكن نضيف له اكثر من ماده، ممكن نسوي له علاج وريد يكون كوستمايز حسب النقوصات اللي عندي اياها كليتها. فتكون عن طريق الكانولا، عن طريق احد الاورده، جلسه مدتها تتراوح بين نص ساعه الى ساعه كامله. حلو. خلالها البيشنت يكون قاعد بمكان مريح، ملابس مريحه، وياخذ هذا العلاج الوريدي. شو الدواعي لها ميس؟ يعني نعم. احنا متى نوصل لمرحله انه لازم ناخذ نعمل الحقن الوريدي للفيتامينات؟ في كثير ناس يعانون من عده اعراض ما يعرفون شنو اسبابها، مثل خمول، طاقه منخفضه، اكو حتى بنات يعانون من موضوع التصبغات اللي بالبشره بالجسم بشكل عام. يعالجوها بشكل خارجي ما يعرفون انه علاجها ممكن يبدا من الداخل. مشاكل المناعه، الاضطرابات بالجسم بشكل عام، الامراض كلياتها ممكن تتطلب العلاج الوريدي بشكل عام. جميل. هل هي بتحتاج نعم. لوصفه طبيه، ولا ممكن اي شخص يروح على المستشفى او على طبيب ويحكي له انا بدي اخذ هي اكيد تتم عن طريق اشراف طبي، ما تتم انه اي مراجع ياخذ اي فورمولا من الصيدليه وياخذ هذا الشيء، لا اكيد خاطئ. تتم عن طريق اشراف طبي. لازم بالبدايه نسوي استشاره كامله، نحدد ما اذا كان المراجع ممكن يعاني من اي تحسس من اي نوع فيتامين. حلو. نقطه ثانيه، لازم نسوي تحاليل عن طريق فحوصات الدم او عن طريق مثلا جهاز اسمه السوتشك، اللي هو يتم عن طريق 4 لمسات من ايدي يطلع لنا وضع الفيتامينات المعادن بالجسم. من خلالها يتحدد التراكيز المناسبه لكل مراجع وشنو هي الفورمولا اللي لازم نحطها لها، فاكيد ما يتم بشكل عشوائي. طبعا لازم يكون المراجع تحت المراقبه طول فتره اعطاء المحلول الوريدي، لا سمح الله اذا كان عنده اي تحسس من اي نوع فيتامين هو ما يدري به، حتى يكون اكو تدخل مستعجل. نعم. حلو. جميل. طيب اليوم خلينا نحكي عن الفرق بين الفيتامينات نعم. والمعادن اللي تكون عن طريق الحبوب وعن طريق الوريد ايضا. هل اكو نعم. مثلا بعض الانواع ما نقدر احنا ناخذها عن طريق الحبوب، لازم عن طريق الوريد، وكل هالتفاصيل؟ صحيح. هسه احنا نتفق انه الاورال سبلمنتس او الفيتامينات الوريديه يتفقون بشيء رئيسي، هو تزويد الجسم بالعناصر الغذائيه اللي تكون ناقصه بالجسم بشكل عام. الاختلاف بيناتهم الرئيسي هو بمعدلات الامتصاص. احنا لما ناخذ الاقراص او الكبسولات او الشرابات السائله عن طريق الفم راح تمر برحله طويله حتى توصل للجسم، من الفم للمريء للجهاز الهضمي المعده والامعاء. لذلك حيكون بالنهايه الامتصاص ما بين 10 ل 30% فقط، بينما لما ناخذ العلاجات الوريديه نضمن امتصاص يصل لحديت 100% بالجسم، لانها راح تروح مباشره لمجرى الدم بدون ما انه تمر بهاي العمليه الطويله. هذا احد الفروقات اللي بيناتهم. الفرق الثاني انه بعض الناس يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي، فرط نمو بكتيري، التهابات بالمعده، الناس اللي مسوين عمليات قص معده تحويل مسار،
هذا الامتصاص يكون جدا ضعيف بالمعدة، لذلك أفضل أنه إحنا نلجأ للعلاجات البريدية بشكل عام. فبالمحصلة يكون السايد افكتس همنا مالت العلاجات البريدية أقل من الحبوب اللي إحنا نأخذها بشكل عام. بعض الناس لما يأخذون الكبسولة يعانون من ارتجاع مريئي بشكل عام، حرقة بالمعدة، ألم بالمعدة، وعلاج وريدي رح يكون أسهل، داركت المجرى الدم حصلنا على امتصاص. يمكن بوقت أسرع كمان. بالضبط. طيب أسرع. جميل. ما شو الخطوات المهمة إنه نتبعها قبل إجراء هاي ال خلينا نحكي هذا الإجراء أو أي جلسة علاج وريدي؟ بالضبط، مثل ما ذكرنا أكيد لازم نسوي استشارة، أكيد لازم نسوي فحوصات طبية بشكل عام، أكيد لازم نأخذ التاريخ للمراجعة بشكل عام، نشوف شنو هي الأعراض الظاهرة عليه، من خلالها راح نحدد بالضبط شنو النقوصات، الدوز المناسب لكل مراجع، ممكن نسوي له كاستمايز حسب النقوصات العدية، يحط له أكثر من فورمولا يأخذها جرعة واحدة بجلسة واحدة بشكل عام، أكيد لازم يكون يجيني ماكل. شارب سوائل بكمية جيدة، يكون لابس ملابس مريحة لأنه مثل ما ذكرنا الجلسة ممكن تطول لحد ساعة، ممكن نطي أكثر من محلم وريدي ممكن تطول إلى حد ساعة ساعة ونص، لذلك ملابس مريحة بشكل عام نأخذ تاريخها كامل. حلو. طيب بعد كم يعني أو شقد كم يوم أو شقد الفترة اللي نشوف إنه إحنا راح نلمس بها يعني نتائج واضحة؟ عادة نبلش نشوف الفرق ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة. حلو. مباشرة، لأنه مثل ما ذكرنا امتصاص يصل إلى 100% بالجسم، فدائما أشوف على مراجعيني إنه من ثاني يوم بلشوني يبلغوني إنه صرنا هايبر أكثر، بدنا نحس نشاط أكثر، حركتنا سهلة أكثر، فالامتصاص يكون سريع. نعم جميل. طيب مين هم الفئات أو الأشخاص اللي ممكن يحتاجوا للعلاج الوريدي أكثر من غيرهم وبشكل ضروري؟ نعم. وأكثر من المكملات الغذائية أيضا، هل هم ناس ممكن يكون عندهم أمراض معينة أو مثلا بتكون درجة الحالة بتستدعي للعلاج الوريدي؟ بشكل عام هسه احنا اي فئات نحس باي تعب اي خمول اي مشكله صحيه اي نقص، هذول كدرجه اولى نقدر نحط لهم العلاجات الوريديه طالما اكو نقصات بالجسم. مثل ما ذكرنا الاشخاص اللي مسوين قص معده، تحويل مسار، التدخلات الجراحيه لعلاج السمنه، الناس اللي عندهم مشاكل نقص البكتيريا النافعه بالمعده، فرط النمو البكتيري بالمعدة، امتصاصهم يكون سيء، هذول لا لازم نعطيهم العلاج عن طريق الوريد. أكو اضطرابات نفسية اللي هم نشخصهم بالأناروكسيا، دول الفئات من الناس اللي البنات أو الشباب اللي هم يجبرون نفسهم إن هم يتقيؤون الغرض إن هم يحافظون على وزنهم يكون قليل، هذول يصلون المراحل تتطلب لابد إنه نعطيهم عن طريق الوريد، لأنه كل شيء يأخذوه عن طريق الفم بدي يستفرغوا. فهاي الحالات بشكل عام، الحالات اللي عندهم ضعف مزمن، نحافة مزمنة، أو الأشخاص اللي عندهم صعوبات بالبلع، سواء الأطفال سواء الكبار عندهم مشاكل بالمريء، تورمات هنا بهاي المنطقة ما يقدرون يبلعون الكبسولات، نضطر نعطيهم العلاجات الوريدية. نعم. طيب ميس احكي لنا على الأنواع، يعني أنا شفت أنه أكو واحد اللي يكون للسكن، أكو للبشرة، يعني أكو اللي يكون مثل ما ذكرتي الضعف الجسم أو الكسل أو هذه الأمور، احكي لنا عن أنواعهم أكثر. إذا نتكلم على فوائدها بشكل عام، الأنواع اللي هي نقول عليها بيسك، الأنواع اللي تنطي ترطيب للجسم من الداخل، الأنواع اللي تنطينا تقلل السترس والقلق والتوترات مالت الجسم، الأنواع اللي ترفع المناعة، الأنواع اللي تقلل الخمول بشكل عام. بعدها أكو فورمولات جاهزة تختلف من نوع لنوع، أكو البشرة والشعر والأظافر مقويات، أكو ننطيها لحال، هو حديد لحال، فيتامين سي لحال، مضادات أكسدة لحال، أكو تقوي الخصوبة عند الرجال والنساء، فأنواع كثيرة وهواية أنواع عديدة تساعد الجسم كل نوع المشكلة معينة. نعم. طب شو أكثر الأنواع اللي عليها إقبال؟ وهل هم أكثر إقبالاً على العلاج الوريدي الرجال أم السيدات؟ مبدئيا خلال نقول عليها السنوات السابقة النساء كانوا أكثر إقبال من الرجال. الرجال دائما يفضلون الأنواع اللي تكون بوستر، الرياضيين ينطوهم طاقة بشكل عام، تنطيهم حيوية أكثر كبوستر بشكل عام.
النساء الصراحة اللي أكثر شيء مروا علي أنت ستريس، يفضلون اللي قلل الضغط والتوترات بشكل عام. دائما متوترين إحنا. دائما متوترين. لا وأني أول وحدة جت الميس قلتها ميس ضمي لي وحدة متوترة. وهاج ضمت لها أنت ستريس صح. النساء يفضلون ما أعرف شنو هي الأسباب بس يفضلون إن يقلل الضغطات والتوترات. بالدرجة الثانية المالتي فيتامين إلهم. بالدرجة الثالثة اللي يسعون للنضارة مالت البشرة، يسعون للتقليل مالت التصبغات مالت البشرة بشكل عام. الشعر والأظافر هاي الأمور المقويات العامة. حلو جميل. طيب خلينا نحكي عن هل أكو أعراض جانبية ممكن نواجهها؟ أكيد كل علاجات بالدنيا إلا ما يكون بها أعراض جانبية، بس طالما تكون تحت إشراف طبي، طالما تكون تحت جرعات مضبوطة بشكل صحيح ما راح يكون عندنا أي سايد إفكت بهاي الحالة. أنا صراحة ما مرت علي الحمد لله أي مراجع صار عنده تحسس أو سايد إفكت أو شيء من هذا القبيل، لأنه إحنا نجري الإجراءات اللازمة كاملة قبل أي علاج جوريدي. كسايد إفكت ممكن يصير انتفاخ بهذا المكان مالت الوريد لما ننطي سبب رد الفعل التحسسي، ممكن يصير انتفاخ بالجسم بشكل عام، أي رد فعل تحسسي بشكل عام. هي هاي الأعراض الجانبية اللي ممكن تصير. طيب ميس بالنسبة للأعمار، في أعمار معينة بيقدروا يخضعوا لهذا العلاج، أو مثلا نحكي خلينا الأطفال الصغار مثلا أو بأعمار كبيرة معينة صعب عليهم أو ما بيزبط أنهم يقوموا بهذا العلاج؟ أنا دائما أفضل من عمر 12 سنة وفوق، بس أكو أطفال تحت عمر 12 سنة اللي يعانون من نحافة مفرطة، اللي يعانون من نقوصات جدا حادة، اللي يوصلون مراحل نقول عليها الإغماء، اللي ما يقدرون يبلعون، هذولا لا نتوجه إنه إحنا ننطيهم علاجات وريدية. بس كحفاظ صحة عامة كوصول النتيجة مثالية أكثر عمر 12 سنة وفوق يكون مناسب. حلو. طيب اليوم هل أكو أنواع فحوصات معينة لازم نسويها قبل هذه الأبر الوريدية؟ فحوصات الدم الشاملة أنا أفضلها، يا أما نتبع فحص الدم الشامل يا أما نتبع فحص جهاز السوتشك. فحص جهاز السوتشك هو عبارة عن أشعة بتقنية سبكتروفوتومتري، راح تصير لمس 4 لمسات من الإيد بشكل مباشر خلال 3 ثواني، حيطلع لي الوضع مالت التحليل كاملة مالت الجسم، ويطلع لي أنواع العلاجات الوريدية اللي لازم ياخذها المراجع. نعم جميل. طيب ميس بدنا منك هيك بعد ما إن شاء الله تكون أسئلتنا غطت كل الموضوع، بس بدنا منك نصائح أخيرة. أكيد أنصح الجميع أنه يسوون تشيك اب دائما. أكو هواية اضطرابات نفسية، أكو هواية مشاكل خمول، أكو هواية أمراض يكون سببها بس مجرد نقصات فيتامينات ومعادن، نقدر نغطيها بسهولة عن طريق الأورال سبليمنتس أو الآي في سبليمنتس بشكل عام، الآي في ثيرابي. فدائما سووا تشيك اب إن شاء الله. أكيد شكرا لك ميس على كل هالمعلومات اللي قدمتيها، وبصراحة كلش حمستيني على فكرة الجهاز اللي يقيس الفيتامينات بالجسم فقط خلال 3 ثواني، إحنا نقدر نعرف جسمنا. زيارة جاية نسوي لنا لازم للأمانة، لأنه يمكن واحدة من أكثر الأشياء اللي تخلي الناس يترددون من الفحوصات هي سحب الدم. سحب الدم صح. والأبرة وهذه الأمور. فحلو اليوم إنه أكو وصلنا للتطور بهاي المرحلة. صح. فشكرا لك يا ميس، وإن شاء الله الحلقة الجاية نسويها عن هذا الموضوع. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا ميس. أهلا وسهلا.